اللي خلاني اعمل الفيديو ده النهارده يا جماعه ان ماكس ماسل هما مش دافعين اي حاجه عشان الفيديو ده ولا اعلان ولا اي حاجه، هما بعتولي حاجات جديده اجربها، فانا قلت ان انا هجربها قدامكم في الفيديو. زبده فول سوداني، زبده كاشو، زبده لوز. وانا بصراحه اتبسطت ان هما فعلا بيحاولوا يشوفوا الراجل الشخص اللي هو البادي بيلدر او اللي بيلعب رياضه عامه بيحتاج ايه، ويروح عاملين له منتج مصري ويحطوا فيه كل المجهود اللي هما يعني يقدروا يعملوه عشان يخلوا الناس ما يوقفوش اللعبه بتاعت اللي هو يعني او بناء جسمك، ومش حاجات ركش يعني، مش حاجات بيعملوها وخلاص. والنهارده هجرب ده، انا هقول لكم فوائد كل واحده فيهم وايه لازمتها اصلا ان هي تخش في السيستم او النظام الغذائي بتاعك. اكتر حاجه لفتت نظري في الحاجات بتاعتهم ان هي مكتوب عليها ان هي ما عليهاش اي محلي، ما فيهاش سكر، ما فيهاش ملح، ما فيهاش حاجه من اكتر الحاجات اللي انا لما بشوفها في اي منتج بروح ارميه على طول، يعني حتى لو لقيته في البيت جالي ببلاش برميه في الزباله. حاجه اسمها زيت النخيل، زيت النخيل مش موجود في الحاجات دي، ودي اكتر حاجه ريحتني نفسيا لان زيت النخيل ده بيستعملوه عشان ارخص، اضراره زي الزفت. خش اقرا عن زيت النخيل ده، شوف هو بيعمل ايه في جسمك، وشوف هو بيعمل ايه في قلبك، وشوف هو بيعمل ايه في جسمك عامه ككل. وزيت النخيل ده هتلاقيه في كل حاجه انت بتاكلها في الكشك، بص ورا هتلاقي زيوت مهدرجه، زيت النخيل، زيت مهدرج جزئيا، افتكر الكلمات دي، ضرر هستيري. وعايز اشكر حد تاني يا جماعه، احمد عماد الدين، ده شخص محترم جدا لسه جاي معانا الشركه، وبالصدفه الكاميرا بتاعتي كانت هتفصل وكان معاه باور بانك فعرفت اشحن الكاميرا. شكرا يا احمد عماد، احمد عماد الدين، عشان الدين دي مهمه، احمد عماد الدين. ايه ده، انا خلي الراجل ده يجي يجرب معانا الحاجه، تعالى كده انت في الكادر. بص بقى احنا هنعمل ايه، ده احمد عماد الدين يا جماعه، انا قلت اقل واجب يعني بعد الواجب اللي انت عملته في الكاميرا اللي شحنتها دي ان انت يعني على الاقل تطلع في الفيديو، يعني ده اقل واجب يعني. فاحنا النهارده هنجرب مع بعض دي الحاجات دي، ناس بعتوها لي فهنجربها. انا قلت لو انا قلت رايي بس هيبقى راي محايد جدا يعني، اللي هو هقول طبعا الحاجات حلوه عشان جالي، فقلت ان انا يعني تجرب معايا الحاجه لو طلعت وحشه تقول رايك بمنتهى الصراحه. بس ما تبقاش يعني فاهم، ما تغلسش قوي يعني. نبدا بانهي، نبدا بزبده الكاشو. تاكلني تاكلك. لا انا جايب معلقه اهي. يا نهار اسود، هو شكله هنا وحش قوي. انا يعني مش عايز اقول رايي، اقول رايك الاول عشان احنا ممكن ندي لكل واحده ريت كده. بص دي من خمسه تديها كام؟ انا ما قارنتش الحاجات الثانيه. لا احنا مش هنقارن، اصل كل واحده فيهم بفليفر مختلف. دي زبده الكاشو، دي 3 من 5. 3 من 5، حلو. بص الصراحه انا بحب الكاشو فهديها 4. أوكي. بس عامة دي فيها كمان زيت جوز هند، طبعا زيت جوز الهند معروف فوائده، ممكن تبص على جوجل هتعرف فوائده، هتطلع بشوية انرجي حلوين النهاردة. احنا لو كل يوم كده يا ريت لو في فيديوهات كده كل يوم نتغذى. دي زبدة فول السوداني، دي حاجة شوية تقيلة، بس انا يعني لاحظت حاجة ان هو فعلا الحاجات مش مسكرة خالص. لا. يعني هو مش حاطط عليها سكر يعني باين قوي بالظبط. دي بقى فيها عسل، فدي طبعا دي بقى 5، هنروح غارفين معلقه كبيره. دي 5 فعلا قبل ما تجرب. بالظبط ضن. العسل بيفرق، بس هي تقيله فعلا. بس انت عامه لو هتاكل منها ما تاكلش منها كتير، هي يا دوب بس كده معلقه شاي او معلقتين في اليوم. انا بقول نخلي دي في الاخر عشان شكلها حلوه. ختامه مسك يعني. طب يلا، اللي احنا جربناها اللي فاتت دي زبده فول سوداني بالعسل، دي برضه شكلها حلو. دي ايه؟ زبده لوز. بص دي انا بصراحه اول مره ادوقها، بس كطعم انا مش يعني مش اللي هو الطعم اللي هو المفضل بالنسبه لي، كاني باكل لان هي كانه لوز فعلا مبشور مطحون. اللوز بالنسبه لي حلو. لا بس بالنسبه لي لذيذ، انا حاسس ان هم كلهم عجباك يعني. لو اول لو اول مره حد يجربهم هم كلهم تقال. اوكي نخلي بقى اللي جايه يا جماعه. دي زبده فول سوداني. طب ما عرفناش انت اللي هي اللي بالعسل هتديها كام من 5؟ 5. وزبده اللوز، اللوز 4. 4 ممتاز. طب ودي بس في العموم جنرال يعني هم كلهم حلوين. زراف. يعني بتختلف من واحد للتاني على حسب هو. انا يعني ما قلتش انا رايي، ده رايي يعني شخص يعني محايد وبيدوق. ده في ناس بتطلبها يا جماعه يجي يعمل تيستنج للحاجات عالميه. اسمع بعد كده. شكلها ظريفه دي. دي حاطين عليها كاكاو على اساس ان انت يعني ما تبقاش برضو يعني مش محطوط عليها شوكولاته بالظبط كده، فاهم؟ ما تبقاش حاجه نايت تقيل. اي دي
دي كاكاو اكسبها نوع من ال من الحلاوه. يعني زبدة فول السوداني بالكاكاو بصراحة يعني يا ريتني ما دقتها. هبتدي اكلها بدل الباقي. ختام ممس. لو في واحدة من دول تحب تاخدها تاخد اني العسل. دي اقل هدية يعني بعد التستنج اللي احنا عملناه. يا جماعة من مكاني هنا لو اي حد عايز يجي يشير ياكل معانا. انا عامة يعني شكرا يا جماعة لاحمد ان هو شرفنا. شكرا على الباور بانك. في الفيديو بقى بقيته النهاردة يعني لو اتفرجت عليه طبعا اكيد هتتفرج عليه ان شاء الله. يعني هقول بقى الفوائد بتاعت كل واحدة فيهم ايه. أوكي. عشان حتى وانت بتاكلها تبقى مبسوط. ان شاء الله. حبيبي مبسوط ان انا شفتك والله. حبيبي. طبعا انتوا لو عايزين تجربوا الحاجات بنفسكم جربوها. بس الحاجات عامة فعلا هي مش مسكرة خالص. حتى اللي فيها العسل ما بتحسش ان هي فيها عسل اللي هو معسلة. فيها طعم حلو شوية صغيرة بس مش مسكرة. وفيها زيوت كتيرة. فهي عشان كده الحاجات دي لما بتتعمل كمان بتضرب في الخلاط بقى بتتعمل زبدة وعليهم كمان زيت جوز هند. طبعا فوائده لازم بقولك تبص عليها. ان انت الفكرة في الاخر الحاجات دي بتبقى تقيلة. فانت اولا ما تتفصش فيها. انت اخرك في اليوم بتختار واحد او اتنين منهم بالكتير. تاخد لك معلقة شاي صغيرة. ده اللي انا بعمله عشان انا ما بحبش العب في السعرات. هي السعرات مش كتيرة. معلقة الشاي الصغيرة فيها 30 سعر. فانت لو خدت لك معلقتين كبار يبقى انت تقريبا خدت لك بتاع مثلا 200 سعر. فطبعا ما ينفعش. بس انا بصراحة يا جماعة انا بحب المكسرات قوي. فطبعا الحلول دي بالنسبة لي خطيرة. وفي نفس الوقت مثلا ممكن الصبح تروح حاطط مثلا حتة توست بني صغيرة او ربع رغيف عيش بلدي اسمر وتحط عليه واحدة من دولة مع شوية عسل صغيرة. تدي لك شوية طاقة حلوين وفي نفس الوقت مليانين غذاء. وهقول لك كل واحدة فيهم الغذاء اللي فيه ايه. اولا نبدأ بزبدة اللوز. اللوز فيه اربع حاجات مهمة جدا. النحاس والكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين اي. الكالسيوم طبعا حلو لعضلك وحلو لعضمك كمان. والنحاس بيقوي جلدك او يديله زي يعني ايه حماية ان هو يعرف يستحمل اشعة الشمس. طبعا في الصيف الكلام ده هيبقى طبعا ممتاز. المغنيسيوم كويس ان هو بيساعد جسمك في العمليات اللي هي بتاعت اللي هي الحرق بتاعه او اللي هو الاستفادة من الغذاء. بتساعده ان هو يعرف يستفيد من الاكل. وبالتالي يديك انرجي او طاقة طبعا. وفيتامين اي. فيتامين ايه بقى بيساعد ان انت جسمك الخلايا بتاعته تعمل الوظائف بتاعتها بشكل سليم. وبالتالي ان انت هتلاقي نفسك عندك زي مناعتك بتزيد. جسمك بيعرف يقاوم الامراض وبالذات الامراض اللي بتيجي في الجهاز التنفسي. ده كل ده في اللوز. بس هحاول انجز عشان ما تزهقوش. زبدة الكاشو فيها برضو كالسيوم ونحاس وفيها بروتين وفيها مغنيسيوم. بس طبعا البروتين مش نفس الكمية. البروتين مثلا هتاكلها من علبة تونة. فما تروحش واكل مثلا طبق قد كده كاشو عشان تاخد لك مثلا 30 جرام بروتين. لا طبعا بلاش الحركات دي. انا عارفك. زبدة الفول السوداني بقى هي الصديق الصدوق للعبة الرياضة. زبدة الفول السوداني فيها كل الحاجات اللي موجودة في الحاجات اللي فاتت دي. وبزود عليهم بقى حاجة مهمة جدا. لو انت بتاكل في اكلك في نسبة الصوديوم عالية بتاخد مثلا مكملات. لو في المكملات اي حاجة بتاخدها حتى لو بروتين شيك مثلا هتلاقي مكتوب ورا او في الاكل هتلاقي مكتوب الصوديوم نسبته كذا جرام او كذا ميلي جرام مثلا. فانت طبعا كتر الصوديوم مش حلو على جهازك التنفسي ومش حلو على قلبك. زبدة الفول السوداني فيها بوتاسيوم. البوتاسيوم ده بيتغلب على المشاكل او بيمحي المشاكل بتاعت الصوديوم. صدق اللي قال الناس معادن. بس كده شكرا ماكس موسل على الحاجات الجميله دي. وشكرا كابتن رضا اللي يعني واحد من الشركاء بتوع ماكس موسل ان هو دايما بيحاول يعمل فعلا حاجه كويسه للرياضه دي عامه. او حاطط اللعبه دي لان هو كمان بيتمرن وعارف ايه الحاجات اللي ممكن نحتاجها وازاي الموضوع بتاع ان الحاجات بتغلى بالشكل ده بيبقى مزعج فعلا. وطبعا اكبر شكر ليكم انتوا. شكرا يا جماعه ان انتوا اتفرجتوا. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب على الحاجات اللي موجوده تحت دي عشان يجيلكم اخبار عن اي حاجه جديده بعملها في حياتي او عن الفيديوهات. أشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.